ينضم إلينا الآن من بيروت الدكتور سامي نادر، مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية. صباح الخير دكتور سامي. بداية، كيف ترى حل أزمة لبنان؟ هل هو سياسي أم اقتصادي في النهاية؟ لا، هو سياسي بالدرجة الأولى. الكلفة اقتصادية باهظة، هنالك مشاكل اقتصادية، هذا من المؤكد، ولكن المسببات الأساسية هي سياسية. اليوم من هو مسؤول أو من هو مسؤول عن الأزمة الاقتصادية وتردي الأوضاع على المستوى المالي والنقدي هو النظام المحاصصة السائد، هذا النظام التشغيلي الذي بات الوجه الآخر للفساد، والذي هو المسبب للتظاهرات، بل للثورة التي عمت كافة المناطق اللبنانية. يعني خرجت الشابات والشباب إلى الساحات يطالبون بإسقاط هذا النظام الرديء، وفي مطلبهم ليس انقلاب على الدستور، على العكس تماما، إنما العودة إلى الأصول الدستورية والأصول الديمقراطية لبناء نظام عادل وشفاف، لعدم تقاسم القوى السياسية تحت عنوان الطائفية وتحت عنوان المحاصصة مغانم السلطة. لذلك المتظاهرون اليوم يطالبون بتغيير النظام السياسي، بالقضاء على الفساد، بقضاء مستقل. هذا هو المدخل، حتى بالنسبة إلى الشارع المنتفض، هذا هو المدخل إلى إصلاح الأمور على المستوى الاقتصادي. صحيح كما ذكرتم في التقرير، كانت المسببات الاقتصادية أو النقطة التي طفح من خلالها الكيل تلك الضريبة على الواتساب، ولكن هذه هي النقطة. أما الأسباب الكامنة وراء هذا التحرك، الأسباب الكامنة وراء الانسداد على المستوى الاقتصادي، هي نظام المحاصصة وتقاسم السلطة بين كمغانم بين أطراف سياسية تحت عنوان المحافظة على حقوق الطوائف. طيب، حكومة حسان دياب، يعني هل ترى النور في لبنان برأيك؟ أنا لا أعتقد، لأن أولى المؤشرات هي الانقسام داخل الصف الواحد. أولا، هي حكومة أتت بدعم طرف واحد، ما يسمى بطرف 8 آذار، أي عمليا القوى السياسية الثلاث المتحالفة مع حزب الله. ولكن كما يبدو في الساعات الأخيرة أن هؤلاء، حتى فرقاء الحزب المعسكر الواحد إنجاز التعبير، هم منقسمون على نفسهم. هنالك من يريد هذه الحكومة حكومة اختصاصيين كما يقال، هنالك من يريد مشاركة أساسية للقوى السياسية بها، وهنالك طرف يتهم التيار الوطني الحر بشخص رئيسه بالسيطرة التامة على هذه الحكومة. إذن هنالك انقسامات داخل الصف الواحد. أضف أن اليوم حكومة لون واحد، وحكومة مدعومة من حزب الله تحديدا، وكون حزب الله على تناقض كبير مع المجتمع الدولي، هنالك أكثر من دولة تصنفه منظمة إرهابية، هذا يشكل عائق. لماذا؟ لأن لبنان اليوم في صلب هذه الأزمة الاقتصادية، ليس لديه سوى طريق واحد للخروج من عنق الزجاجة، وهو مساعدة مالية تأتي من المجتمع الدولي. وهنا نقطة مهمة التي بمعظمها تصنف حزب الله. ما هو نصيب الضغوط الدولية إذن في تشكيل ملامح المرحلة القادمة في لبنان؟ الأطراف الدولية أو الدول المانحة إنجاز التعبير تقول نحن على أتم الاستعداد لمساعدة لبنان على شرط أن تقوموا بالإصلاحات، ولكن كيف لهذا المجتمع أن يدعم حكومة مدعومة من حزب الله بشكل واضح، وهو يصنفه منظمة إرهابية؟ كانت آخر الدول التي أبقت على قناة
مفتوحة مع إيران من الدول المانحة هي ألمانيا. يعني حتى ألمانيا الأسبوع الفائت اتخذت إجراءات قانونية صوت عليها البرلمان لمقاضاة حزب الله ولمحاولة وقف نشاطه. لذلك يعني من بريطانيا إلى ألمانيا إلى واشنطن إلى دول الخليج، كل هذه الدول تصنف حزب الله منظمة إرهابية. ومن هنا اليوم في هنالك خطورة، أو مجرد تشكيل حكومة من لون واحد هي في حد ذاتها مشكلة، فكيف لها إذن أن تنقذ لبنان من المأزق الاقتصادي؟ الطريق الوحيد، وليس هنالك من طريق آخر للخروج من هذه الأزمة، هو الاستجابة إلى مطلب الشارع بمعنى تشكيل حكومة مستقلة، حكومة حيادية أصحاب اختصاص غير منكشفة على الصراعات في الإقليم. هذا ما يقوله أحد الأطراف في الحكومة، الخشية أن تكون هنا محاولة مناورة سياسية أو محاولة لخديعة الرأي العام، لأنهم لماذا انتظروا كل هذا الوقت؟ طيب، ولماذا أسقطت كل الخيارات؟ طيب أمام دكتور سامي، يعني لعل أكثر ما يشكل خطورة على اقتصاد لبنان هو ارتفاع قيمة الدين العام ليصل إلى أكثر من 86 مليار دولار في آخر أرقام 2019. إذن ماذا سوف يتغير ب 2020؟ هذا يتوقف إذا كانت هذه الحكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات. كما أشرت هنالك مشكلة كبيرة في الدين العام، والمشكلة تحديدا هي خروج هذا الدين العام عن السيطرة. إذا تمكنت اليوم الحكومة عبر إصلاحات أساسية في المالية العامة، يعني تحديدا عبر تخفيض الإنفاق الحكومي الهائل الذي يشكل 35% من الناتج المحلي، من إصلاح مثلا قطاع الكهرباء الذي وحده تراكم هذه المشكلة كلف نصف الدين العام، يعني 40 مليار دولار كلفت عجز المؤسسة كهرباء لبنان عبر السنين، وهي نصف تقريبا نصف الدين العام البالغ 86 مليار. إذا تمكنت هذه الحكومة، وهذا ممكن عبر إصلاحات جذرية من إصلاح المالية العامة، تقليص العجز، يصبح حينئذ الدين العام تحت السيطرة، ونسبة الدين العام على الناتج المحلي تأخذ منحى انخفاضي، وبالتالي الإصلاحات ممكنة نظريا، ولكن هذه الطبقة السياسية، هذا النظام التشغيلي بعينه عاجز عن القيام بالإصلاحات، لأنه لا يحكم عن طريق الإصلاح، يحكم عن طريق ما هو جيد للأحزاب السياسية، ما هو جيد لنظام المحاصصة، وليس ما هو جيد للمواطن اللبناني. والمعيار هو تأمين حقوق الأحزاب كارتيل الموجود في السلطة، وليس تقديم الخدمات للمواطنين اللبنانيين. إذا سريعا، وبالنظر لمسار الأحداث في الأيام القادمة والأسابيع الأسابيع الماضية، يعني هل ترى توقف لاحتجاجات لبنان قريبا في 2020؟ لا أبدا، لأن الأسباب ما زالت هي نفسها، والأمور على المستوى الاقتصادي تسيء يوما بعد يوم. يعني معظم اللبنانيون يتقاضون نصف راتب، والنصف الآخر مهدد بفقدان عمله. المواطنين والمواطنات يعجزون عن سحب ودائعهم من المصارف. إذن الأمور، بدأنا نرى مؤشرات مجاعة حقيقية في لبنان. إذن الأمور على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ذاهبة إلى مزيد من التأزم. هذا ما يشير إلى أن الاحتجاجات مستمرة، وقد تتخذ مع الأسف أشكال عنفية أكثر مما شاهدناها في الفترة السابقة. شكرا لك على هذه المداخلة. كنت معنا من بيروت سامي نادر، مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية. شكرا جزيلا لك.